سيفاغ كيف بدنا نشتغل على الابل شيب؟ عادة بالابل شيب بدنا نشتغل على الخواصر وعلى المعدة. هون عندنا الميدسين بول، رح نبلش اول اكزرسايزز. خلي القلب مسكرين وبنعلي الركبة. اوكي، كم مرة لازم اعملها؟ نعمل 25 مرة يمين و25 مرة ميل شمال. هيك بنكون عم نشغل كمان الايدين بذات الوقت، صح؟ مزبوط. والخصر على جنب، يعني اذا عملنا اجرنا هيك بكون غلط. صح، بدك تعملي الاجر على جنب تشتغلوا الخواصر من جنب. وشو بيصير بس حس بالعضل عم يجاني؟ بصير انه عم نتحسن. ما هيك؟ اكيد. في اعملها اذا انا مثلا تعبت بالبول، في اعملها بلا؟ فينا نعمل بلا بول. اوكي، اشتغل مع الايد؟ مع الايد لازم تفتحي، تعلي ايدك تفتح on your side وبتسكري. Exactly. اوكي، تاني ميل. وتاني ميل. جربي تروحي اكثر. هلا رح ننقل على الثاني اكزرسايز يلي هن مع الدمبلز. ناخذ فيري لايت ويت، نوقف اجرينا لازم يكونوا باراليل على الشولدرز، ننزل من الخصر، خلي ايدينا جالسين. هيدي بالعاده بيغلطوا فيها كثير وقت يعملوا اكزرسايز، بنشوفهم اوقات عم ينزلوا لقدام، هذا الشيء بيأذي الظهر. مزبوط، كرمال هيك رح نوقف على جنب وراس جالس تشين فورورد. ما بنوطي الراس، خلي راس جالس. هلا بلشت حس بالخواصر. قد ما في استرس داون. كم مرة لازم اعملها؟ هون فينا نعمل، لانه هيدا اكزرسيس هين، فينا نعمل 50 تايمز 50 تايمز دبل وبنعيدهم اربع مرات، او فينا نعمل 1 مينت بلا ما نوقف 30 سكندز ريست وبنعيدهم اربع مرات. بنهدي لك هيدي الدمبل باينة كثير صغيرة بس خلينا عم نشتغل فيها أوكي. احسن هديها ستريت. نزلي ايديك شوي ساندرا، خلي الراس ستدي، خلي الراس ستدي وبتحركي روتيشن. اوكي، والجسم من فوق بضله كمان ستدي. صح، خلي الراس ستريت، ما بدنا سنس الظهر يشتغل، بدي الخصر. اوكي، عن جد بتحس الوقت بدي اياكي تشدي معك انت عم تشتغلي. اوكي، خلي القلب مسكرين، خلي القلب. اوكي، راسك جالس ساندرا. ما في، بدي اطلع على السينري الحلوة. فينا نعمل تو روتيشنز بالاكزرسايز يلي هي نبرم 1 2 بعدين سايد 1 2 and then you go on your side. ايه هيدي كمان حلوة. صح، هدول كلهم الخواصر والمعدة. هيك بنكون عم نعمل خصر للي عم ما عندها خصر. مزبوط. هلا القصة بدها تاخذ شوية وقت، قد ايه وقت برأيك؟ حسب انت ما بدك وقت ساندرا. انا هلا نسيني، خلينا نحكي على الابل شيب. الابل شيب قد ايه بدها وقت؟ بدهم على القليلة بدهم from 8 to 12 weeks adaptations وبلشوا ياخذوا نتيجة من بعدها. 8 to 12 weeks. 8 to 12 weeks. يعني إذا اشتغلت 10 دقائق كل يوم بهدول الاكزرسايز. شوي أكثر من 10 دقائق، بدنا ربع ساعة. ربع ساعة؟ بدنا ربع ساعة. هيك 20 دقيقة. بيمشي الحال. خيو، all right, great.